كنت معتكفا وتوفي قريب لي، فهل أذهب فهل إذا ذهبت يقول إذا كنت معتكفا وتوفي قريب لي فهل إذا ذهبت للصلاة عليه أبطل الاعتكاف؟ لا، تذهب للصلاة عليه والدعاء له، لكن لا تذهب معه إلى المقبرة ولا تشيعه إلا إذا كان يلزم حضورك، إذا كان حضورك يلزم أن تروح، أما إذا كان فيه من يقوم به ويحصل به المقصود فأنت تصلي عليه وترجع لمعتكف. نعم.